اهلا بحضراتكم من جديد، ولسه مكملين في موضوع مدارس المتفوقين. وكان في زياره مفاجاه كده لمدرسه من مدارس المتفوقين بالمنيا اثناء زياره السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي لمدينه المنيا الجديده. ومعانا على التليفون، اسمحوا لنا، الاستاذه هناء حامد، مدير مدرسه المتفوقين بالمنيا. ازاي حضرتك يا استاذه هناء؟ اهلا وسهلا بحضرتك يا فندم، منوره الدنيا. ده نور حضرتك. والف مبروك على التكريم والزياره المفاجاه من فخامه الرئيس. عايزين نعرف بقى وقع الزياره دي على قلوب المدرسين وعلى الطلبه كمان، وعايز اعرف المشاريع اللي الطلبه قدموها للست الرئيس كانت عامله ازاي. تمام يا فندم، والف مبروك لتكريم حضرتك. طبعا الله يبارك في حضرتك، الله يبارك في حضرتك، ميرسي جدا. في البداية طبعا ان سيادة الرئيس رئيس الجمهورية يزور مدرسة، دي في حد ذاتها تكريم وشرف لينا. احنا كان بنترد في الشاشات، كنا بنشوف زيارة سيادته والمشاريع القومية داخل محافظة المنيا، وعلى الجانب الاخر زيارتنا احنا كمدرسة. فانا شايفة نفسنا محور من محاور اهتمام الدولة، وهو محور التعليم. اكيد طبعا كانت حاجه كبيره، وكان كل الناس سعداء، شرف لينا وتكريمي لما كرمنا. وكان الجمله اللي اتقالت حصولي على درع التميز للاخلاص وفي العمل والتغيير الايجابي في المدرسه، دي كانت حاجه كبيره جدا جدا. احنا شايفين اهو الصوره يا استاذه هناء، صوره سياده الرئيس والباشمهندس مصطفى مدبولي كمان وحضرتك اهو. ايوه طيب صحيح. الطلبه بقى وهم بيقدموا المشاريع بقى لسيادة الرئيس، طيب انا كنت كان مشاريعهم ايه؟ بولادي وهم واقفين بالثقه اللي حضراتكم شفتوها، ان انا كنت يعني انا وهم كنا حاسين ان في عبء على كتافنا، ان احنا بنمثل مدارس ستم، واحنا احدث مدرسه موجوده، بنمثل محافظه المنيا، بنمثل الصعيد. فكان لازم نظهر بالمظهر الراقي اللي يليق بكل الحاجات اللي انا قلتها دي. المشروعات بتاعتنا احنا اولا تعليم مختلف شويه، احنا تعليم قائم على مشروعات. المشروعات دي بتخاطب ايه؟ بتشتغل على الجراند تشالنجز بتاعه مصر، اللي هي التحديات العظمى لمصر، اللي هي اذا كان في حاجه معالجه للبيئه، معالجه لاي تلوث، اي حاجه بتطرا يعني. فالمشروعات دي بتبقى في تشالنج كده لكل جريد، وبعدين بيبداوا الولاد بيشتغلوا تيم، كل تيم بيبدا يشوف فكره، لما بياخد عليها اكسبتنج بيبدا يشتغل عليها. كان من ضمن المشروعات اللي الولاد عملوها كان في الشوكه العظميه، معالجه للشوكه العظميه اللي كان عملها مصطفى صبري، طالب مصطفى صبري وزميله صبط جرجس. الفكره دول بقى كانوا، دي كانت فكره كانت رايحه الايسف، كان بيتكلموا ان هم لازم، هم علم علوم، كان لازم يلاقوا حاجه يعني زي علاج. فالفكره جات لهم ان والده مصطفى ووالده صبط كانوا بيعانوا من الشوكه العظميه. فهم بداوا يدرسوا يشوفوا الحلول السابقه يعني للشوكه العظميه، فلقوا ان كان بياخدوا حاجه كلها معالجات خارجيه، اكتر حاجه كانت موجوده اللي هي الكعب السيليكون. فتوصلوا ان هم يقدروا ياخدوا دهون من جسم الانسان، من جسم المريض، عشان ما ترضاش المريض، وبعد كده تتحقن بيها الكعب، بتبقى زي وساده سيليكون بس داخليه داخل جسم الانسان. وكان الفولنتير اللي تم تطبيق العمليه عليهم، ربطوا طبعا ما بين مجال العظام ومجال التجميل، كانت والده مصطفى. كانت هي عايزه تساعده ان هو بيفكر صح وبيكمل في المشروع صح، وهي اكتر حد مصدقاه. طبعا دي كانت حاجه عظيمه، دي كانت احد المشاريع. مشروع تاني للولاد كان يوسف جمال وزمايله، ان هم بياخدوا مخلفات المصانع ويبداوا يصنعوا منها الماده اللي هي بتصنع منها الحبر. فطبعا احنا عندنا الولاد هنا مش من يعني مثلا مدرسه المنيا ما بيبقاش الولاد من المنيا بس، لا بيبقى على مستوى الجمهوريه. إيه حضرتك جاي من بيئه ساحليه، انا من بيئه صناعيه، فلان من بيئه زراعيه، فاحنا بنستفيد، ده الكوميونتي بتاعنا. فهو كان من حلوان، فبدا يروح المصانع الموجوده عنده في حلوان، بدا يشوف بقى الملوثات اللي بتيجي ازاي يعمل لها اعاده ويقدر ان هو يصنع منها ماده الحبر. وده كان المشروع بتاعه في وهو في جريد 11 في العام السابق. فكانت مشروعات، لان في ولاد عندنا بتتعلم مبادئ البحث العلمي وبيتخرج من ثالثه ثانوي كانه خريج بعد الجامعه، كانوا بيعملوا ماجستير ودكتوراه، دي حاجه كانت رائعه. طبعا احنا طبعا احنا هنا بنعلمهم ازاي يفكروا بطريقه علميه، ازاي يطبقوا مبادئ البحث العلمي ويمشوا على السبس بتاعهم. احنا الحقيقه استاذه هناء، احنا معانا كمان في البرنامج دلوقتي الاستاذ ياسر محمد رجب، مدير مدرسه المتفوقين بالمنيا، ومعانا كمان الاستاذه ميس عبد القادر، مديره مدرسه المعادي. وبنتكلم عن اهميه مدارس المتفوقين. يعني
طب التوجيهات بقى والتوصيات اللي سيادة الرئيس قالها لحضرتك وقالها للطلبة؟ تمام. هو في اهتمام، اولا خلينا نقول في خط يعني اهتمام بالطلبه بداخل محافظه المنيا الاول، لان احنا نظام السم المباني بتاعتنا بيبقى في مباني اقامه منفصله وفي مباني دراسه، فهيبدا التوسع لانشاء مبنى اقامه منفصل للطلاب. نيجي في الجزء اللي هو الاكاديمي، هيبقى في زياده للسكولرشيبس للطلاب، هيبداوا يبحثوا موضوع التنسيق بتاعهم، اذا كان في اي مشاكل بتقابلهم هيبداوا ان هم يتعاملوا معاها، لان زي ما حضرتك شفت ده نتاج مهم جدا لشباب مصر، هو هيفيد طبعا الدوله بتاعتنا. طبعا 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 طبعا. استاذه هناء متشكرين جدا 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 للمداخله دي فوق راسنا، والف مبروك التكريم وبالتوفيق يا رب دايما. معاكم. احنا اسعد يا فندم.